بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن خلينا نتابع المحاضرة السابقة اللي كانت عنوان Quadratic Forms. الآن لو كان عندي هذا Quadratic Form 2x تربيع زائد 6x y ناقص 7 y تربيع، الآن بقدر أكتبه بهاي الصورة. إذا ذاكرين كنا نكتبه هذا الفيكتور بسميه x، هذا الفيكتور اكس واي بسميه x. لاحظ الآن هذا الاكس واي بهذه الصورة اللي هو مصفوفة الصف هو عبارة عن هذا الفيكتور، نأخذ له ايش؟ الترانسبوز. شايفين هذا الاكس، هذا الفيكتور اكس، باخذ له الترانسبوز بصير بهذا الشكل، بصير مصفوفة ايش؟ صف. إذا الآن بقدر هذا الكوادراتيك فورم أكتبه على الشكل x ترانسبوز بمصفوفة مثل a في x. طبعا هذا هو الفيكتور x، هذا الفيكتور هو x، وهذا عبارة عن x ترانسبوز، وهاي المصفوفة هي عبارة عن المصفوفة a. وإذا لاحظتوا أنه تعلمنا المحاضرة السابقة كيف نكونها، هاي الاثنين اللي هون هي نفسها معامل x تربيع، هاي الناقص 7 هي معامل الواي تربيع بكتبه هون، وإذا لاحظتوا هاي الثلاثة ما هي إلا معامل اكس واي مقسوم على 2، يعني هاي الستة بقسمها على 2 بطلع الجواب هون إيش؟ 3. ونفس الإشي هذا الموقع اللي هو عبارة عن 6 على 2. لاحظ الآن هاي المصفوفة هي سيمتريك، لو أخذت الترانسبوز إلها هو نفسه. إذن هذا الكوادراتيك فورم قدرت أكتبه على شكل X ترانسبوز في مصفوفة مثل A وسيمتريك، هاي المصفوفة A سيمتريك مضروبة في فيكتور X. إذا لاحظنا الآن هذا الكوادراتيك فورم كتبته على الشكل X ترانسبوز A X. الـ X هو عبارة عن الفيكتور X Y، والمصفوفة A هي عبارة عن سيمتريك ماتريكس 2 3 3 سالب 7. الآن في عندي نظرية مهمة، إذا كانت الـ A سيمتريك ماتريكس، يعني شو معنى سيمتريك؟ A تساوي A ترانسبوز، وهاي الماتريكس A هي مربعة N في N، وكان الايجن فاليوز لهذه الماتريكس A هي عبارة عن لمدا 1 لمدا 2 لحديث لمدا N. الآن إذا عملت شرط على الفيكتور X إن هو عبارة عن النورم إله يساوي 1، النورم لهذا الفيكتور يساوي 1، بستنتج ما يلي. أول نتيجة إنه قيمة الكوادراتيك فورم راح يكون أكبر أو يساوي لمدا إن، ويكون أقل أو يساوي عفوا راح يكون الكوادراتيك فورم إكس ترانسبوز أي إكس يكون دائما أكبر أو يساوي لمدا إن، ويكون أقل أو يساوي لمدا 1. طبعا لمدا 1 هي اللي هي أكبر ايجن فاليو، واللمدا إن هو عبارة عن إيش؟ أصغر ايجن فاليو. بدك تحط ببالك الإكس اللي هون، هاي الإكس اللي هون يكون إلها النورم كم؟ إلها النورم 1. إذا انتبه، هذول النتيجتين، النتيجة الأولى والنتيجة الثانية صحيحة فقط إذا كانت الإكس اللي هون، هاي الإكس اللي هون يكون إلها النورم 1، إلها النورم 1. إذا هاي الخاصية الأولى إنه قيمة الكوادراتيك فورم بكون محصور بين أصغر ايجن فاليو وبين أكبر ايجن فاليو. طيب نشوف الخاصية رقم 2 شو معناها. هاي الخاصية رقم 2 بقول لك إنه هذا الكوادراتيك فورم بكون أكبر أو يساوي أصغر ايجن فاليو إذا كانت X، إذا كانت X هي عبارة عن ايجن فيكتور،
للمصفوفة A corresponding to lambda n. وهذا الكوادراتيك فورم راح يكون مساوي، هذا الكوادراتيك فورم راح يكون مساوي ل لمدا واحد اللي هي أكبر ايجن فاليو إذا كانت الإكس هي عبارة عن ايجن فيكتور للمصفوفة A corresponding ل لمدا 1. النظرية بسيطة جدا، خلينا نطبقها على مثال لتوضيحها. خلينا الآن نأخذ مثال ونوضح هاي النظرية وراح تشوفوها إنها سهلة. الآن أعطاه هذا مثال، بقول لي أوجد الماكسيمم ماكسيمم فاليو والمينيمم فاليو للكوادراتيك فورم. هاي عندي كوادراتيك فورم، هاي كوادراتيك فورم x1 تربيع زائد x2 تربيع زائد 4 x1 x2. طبعا طالب منك السؤال ان توجد الماكسيمم والمينيمم فاليو للكوادراتيك فورم في حالة شو يكون عندك الآن؟ x1 تربيع زائد x2 تربيع يساوي 1، وكأنه ايوه تضمن الآن يكون مربع، يكون النورم للفيكتور x إذا اعتبرت x هو الفيكتور x1 x2، وكأنه الآن بقول لك انه اعطيني الماكسيمم والمينيمم للكوادراتيك فورم وعندما يكون عندي النورم للإكس يساوي 1. طيب إذا لاحظ الآن أنه بدك تطبق النظرية السابقة، بدك تطبق الآن النظرية السابقة. أول شيء هذا الكوادراتيك فورم، أيوه هذا الكوادراتيك فورم بدي أقدر أكتبه على الصيغة X ترانسبوز AX. طبعا الإكس هي عبارة عن إيش؟ زي ما قلنا قبل شوي هو الفيكتور X1 x2، وهذا الترانسبوز للاكس بصير عندي مصفوفة صف. الآن بضل علي أعرف ما هي الاي، هاي الاي تعلمناها من المحاضرة السابقة ومهدت إلها محاضرة اليوم. الآن ما هو معامل x1 تربيع؟ 1، إذا بحطه هون. ما هو معامل x2 تربيع؟ هي 1، إذا بحطه هون بهذا الموقع. الآن معامل x1 x2 هو عبارة عن 4، إذا باخذ نص الأربعة وبحطها بهذا الموقع، ونص الأربعة بحطها بهذا الموقع. إذا هي المصفوفة A الموجود الآن أمامي. إذا هي الكوادراتيك فورم قدرت أكتبه على شكل x في مصفوفة مثل A، هي الـ A وسيمتريك الـ A، مضروبه في فيكتور آخر اللي هو x. طيب الآن بعد ما كتبنا وعرفنا المصفوفة A، الآن مشان تحدد مين الماكسيمم والمينيمم فاليو لهذا الكوادراتيك فورم، بهمني الآن أعرف ما هما الايجن فاليوز للمصفوفة A لهي المصفوفة A. وهذا السبب إنه إذا لاحظين أول ما بدينا بالفصل بالبداية راجعتكم في الايجن فاليوز والايجن فيكتورز لأنه مهمات جدا نستخدمهم هون. الآن بطلع الكاركترستيك بولونوميال للمصفوفة A، هي بطلع عندي لمدا ناقص 3 مضروب في لمدا زائد 1، وهذا الكاركترستيك بولونوميال بيساوي بالصفر، وبطلع قيمة اللمدا. بلاحظ انه اللمدا تساوي 3 واللمدا تساوي سالب 1، هم 2 ايجن فاليوز للمصفوفة A. اذا لاحظ الان الكوادراتيك فورم x ترانسبوز A x بده يكون محصور بين ايش؟ محصور بين سالب 1 اكبر او يساوي سالب 1، بده يكون اقل او يساوي 3. اذا قيمة الكوادراتيك فورم بده يكون محصور الان بين ايش؟ بين بده يكون محصور بين السالب 1 اللي هو اصغر ايجن فاليو، وبده يكون محصور بين اكبر ايجن فاليو اللي هو 3. الآن انتبه إنه لازم أساوي normalize. إذن الماكسيموم والمينيموم بده تكون عند إيش؟ normalize vector. إذن الآن إذا بدك توجد الآن الايجن فيكتور المقابل corresponding to lambda 3 بيطلع عندك 1 1. إذا بدك تطلع الآن الايجن الايجن فيكتور corresponding للمدا سالب 1 بيطلع عندي 1
السالب واحد. إذا الخطوة القادمة الآن لازم تعمل normalize، بدك تعمل normalize لهذا الفيكتور، بدك تعمل normalize لهذا الفيكتور. كيف بطلع normalize هذا؟ بقسم على النورم. ما هو النورم لهذا الفيكتور؟ اللي هو جذر واحد زائد واحد اللي هو الاثنين. وهذا النورم له جذر واحد زائد سالب واحد تربيع، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين. إذن بدك تعمل نورمالايز لهذا، نورمالايز لهذا الفيكتور، والناتج هو ما يلي، شايفين؟ واحد على جذر الاثنين، واحد على جذر الاثنين، هذا واحد على جذر اثنين، سالب واحد على جذر الاثنين. إذا لاحظ الآن سبجكت للشرط يكون عندي النورم للفيكتور اكس يساوي واحد، إذا الماكسيمم فاليو راح يظهر هو عبارة عن الثلاث، وين بتكون موجودة؟ عند الايجن فيكتور، نورماليز ايجن فيكتور اللي هو، واضح؟ الآن مينيمم فاليو راح تكون هي عبارة عن السالب واحد، وين راح تظهر الآن؟ راح تظهر عند النورماليز ايجن فيكتور كورسبوندينج تو لامدا ايكوال ماينس 1. وهيك بتكون محاضرتنا لهذا اليوم انتهت. الله يعطيكم العافية.